ترى بعد صلاة العشاء صلحت الشاي فوق الضلع وذكر ذا الحين أنت سمعت بصل العشاء ذا الحين وبعد الصلاة تشوف الضلع هذاك بنتك بعد الصلاة هذاك أنت سامع قسم لك البهني من البلب عليك أنا ولد زهراني وفهد لبقمي فيصل حتى بيجي عشان يدندن وفهد عطوي كان معنا ضبطت شاي وقسم بالله أنا أربع الباتن محمد والله أنا أربع الباتن موزول قلت ما أدري عوال قلت ما أدري عوال اسمعوا ولا واحد هذا كل قلت ولا واحد منكم يشرب لا جاء بعد إيش اسمه لا جاء بعد الصلاة مباشرة نضبط الشاي سمعت بضبط الشاي قلت كل الشاي أنت معنا أنت معنا تروح معنا قلت صلاة رحنا خمسة فوق قلت لك نطيح صدق والله واجد والله واجد يمكن نطيح أنت مستوعب إني أزحف منك لأن لزقتني بذا إيه مستغرب أنا ليش توني أنت بصدق كذا يعني كرهتك بعد ما صرت ما أنت بعمدة يعني لا لا شوف حريميس جاهز يقول وين ابو زعيزعي يجي يشرب مني بتشوف بعد الصلاه مباشره عندي كلمه بقولها ولا وبعد الكلمه مباشره هذا والله اللي ما في حيله مسولف مسولف بعد الصلاه تقول كلمه كلمه وبعدها بطلع فوق الضلع إنا لله قد حريميس ثقل ثقل ما هو بطبيعي إنا لله وإنا إليه راجعون وفانا عمري ما فانا ذكري ولا حشتي يقول لهيبة الفيصل يسيب الله لهيبة الفيصل يسيب يقول وفانا عمري ما فانا ذكري ولا حشتي لا تلها ذاك اليوم شفت لوكس زمانك ذاك اليوم شفت لوكس احنا عند الاشاره قلت ما ادري ابوي كان بيشتري لوكس قلت ما ادري ايش قلت قلت لا تلها الضايق والشياطين ايه لا تلها الضايق والشياطين ايه ما ادري ايش يقول اوبه لو فانا عمري ما فانا ذكري ولا حشته لا تلها الضايق والشياطين ساروبه لهيبه الفيصل السعود لا بفشته الله يرحمك الله يرحمك سعود الفيصل الله شيك الله يرحمك يرحم موت المسلمين ظنك هذا الشيء اللي بيطول ولا بيجي؟ هذا بيجي كم مرة قد شلت البث خلال 85 يوم؟ أنا؟ كثير واجد حرمتهاش والله أشوف حتى خاطي أيام أشوف عليك قل صح بعد وجيب قل صح أكيد حول قلت لك أنا اللي بيتحملكم في ذا المنتج على الواحد على كل صار والله انك صادق والله انك صادق يا ابو حسن الله يزينها الحين كم شعره في جسمك الحين صدق لو الحين انت جالس تحسب عدد الشعرات في جسمك كلها متى بتخلص ظنك الله يبي لك وقت الله يبي لك وقت انت تشوف اني علي كل صح انا لا الله منك شاب رأسك ودنا نسوي حدث قبل انت برنامج ايش رايك افقع عينك ابشر والله مشاهدات مليونيه ابصم لك ابصم لك ابصم لك مالك دخل مالك دخل انا لا حول ولا قوه الا بالله لا شوف تبي حدث في حدث المشاهدات توصل 20 مليون على المقطع مقطع واحد 20 مليون لو شرط اسمع شرط في اليوتيوب ما بي تيك توك الاشياء هذه الاشياء هذه يمكن تضرب عادي بعطيك حدث باليوتيوب لان بكتب لك ما اقدر اقوله لا فهد شهري فهد شهري علمك بالحدث ها علمك بالحدث لا خلاص ما احتاج والله نعمك به وين تروح؟ بكتب لك هسه بكتب لك الحدث مع القلم فهد زين جيت زين تعال 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 شل البث معك ايش فيك تبي تهرب؟ والله اتوضى انا خلنا نعلمك بالحدث مالك يا طويل العمر الا تاتي الضلع من وراه
تعطي ضلع من وراه شخص، ولما ذبت فوق الضلع شخص ثاني. فهمتني؟